مساء الخير على حضراتكم وأهلا بيكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، وهي حلقة نهاية الأسبوع، وهي حلقة الخميس 23 نوفمبر 2023. طبعا جهود الإغاثة والمساعدات أثناء الهدنة مكثفة، والنهاردة السيد الرئيس بيتكلم عن يعطي إشارة بدء لقافلة مساعدات جديدة. الحقيقة يعني كم كبير جدا جدا، كان فيه 90 شاحنة قبل كده وفي 100 بيتجهزوا، دول من حياة كريمة، وفي التحالف التنموي للجمعيات العمل الأهلي. ومصر سيد الرئيس بيعلن النهاردة أن مصر بتمثل معوناتها أو مساعدتها، ما بحبش كلمة معونات، بتمثل 80% من اللي بيدخل لغزة. احنا مبارح زي ما حضراتكم شفتوا اهتمينا، وفي صدارة الحلقة كان خبر الهدنة بتفاصيله، وخدنا عليه مداخلة مطولة، والأستاذ عاطف مغاوري معالي النائب مجلس النواب، كانت الفقرة تقريبا شبه بالكامل عن ماذا بعد الهدنة وماذا نستطيع أثناء الهدنة. النهاردة بقى احنا هناخد هدنة، هنتكلم عن حاجة مختلفة، وهنسيب الناس تشتغل شوية، وهنسيب الفلسطينيين يلتقطوا أنفسهم، لأن الأربع أيام هدنة ما فيهمش اعتقالات من الجانبين، وما فيهمش أسر، وما فيهمش قبض على حد، يعني ربما نفس كده. أن نتمنى أن يسري أيضا على الضفة الغربية مش على قطاع غزة فقط يعني، وتبقى الضفة الغربية فيها مكايدات ومضايقات وسخافات من المستوطنين المسلحين اللي بلغ عددهم بحسب المصادر 150,000. فدي كارثة طبعا أما تسلح جزء من الشعب وتديله سلاح عشان يموت جزء تاني، دي مأساة. خلونا نقول لحضراتكم هنعمل إيه النهاردة. النهاردة هنتكلم عن النسخة الثالثة لأسبوع إعادة إعمار وتنمية الاتحاد الإفريقي لدول أفريقيا. هيشرفني دكتور أحمد عبد الدايم أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة للحديث حول هذا الموضوع، وكيف يمكن أن تستفيد إفريقيا من هذا الأسبوع، وإيه الأشياء اللي بتقدم من الدول الكبيرة للدول الإفريقية لكي ما يستقر فيها الأمور والسلام يعم وتنتهي الحروب والنزاعات القبلية والطائفية بين الدول، سواء بين الدول الجوار معا أو بين فصائل نفس الدولة وبعضها، زي ما بنشوف في تشاد، وزي ما بنشوف في إثيوبيا، وزي ما بنشوف في الصومال. يعني الحقيقة يعني بالذات دول القرن الأفريقي أو منطقة وسط أفريقيا مليئة بكم من الزعزعة لن تتوقف إلا إذا وعى شباب وشعوب هذه الدول إنه لا أمل ولا حياة لهم إلا بوقف القتال ووقف استيراد السلاح الأسود، وإن هناك مؤامرات عشان يفضلوا يشتروا سلاح ويموتوا بعض ويفضلوا جعانين، يفضلوا فقراء، يفضلوا مرضى، عشان ما ياخدوش بالهم ولا ينتبهوا للمعادن النفيسة والطاقة البشرية الرائعة اللي موجودة في إفريقيا، اللي بتصل إلى 50-60% من الشباب. فهي قارة فتية على كل المستويات، على مستوى كنوز الأرض، على مستوى كنوز الطاقة البشرية اللي موجودة في الشباب، على مستوى كنوز الإعمار، لأنها قارة بكر وليست زي القارة العجوز أوروبا ولا القارات الأخرى أمريكا وأستراليا. هيكون عندنا كمان فقرة لطيفة جدا لشاب لطيف، أنا بفرح جدا والحقيقة ببقى سعيد جدا جدا لما بنقدر يعني نتواصل وندور ونوصل لشبابنا المبدعين في كل المجالات. مخرج جديد، موهبة واعدة، قدم فيلم قصير في مهرجانات في الجزائر وفي نيويورك، ولسه الفيلم في مهرجانات تانية، واستطاع أن يحصل على الجائزة الكبرى للجمهور بالجزائر. هيشرفنا إن شاء الله هذا الفنان
الموهوب بالفطرة واللي درس الإخراج عبر كورسات أونلاين على الإنترنت، وأحيانا زي ما بيقولوا في الفن بالذات الحاجة أم الاختراع، وإنه من المعاناة بيخرج فنان كبير. استطاع أبانوب ميلاد إن هو يدرس الإخراج ويدرس المونتاج ويقوم بعمليات كاملة. تعرفين في مهرجانات دلوقتي للسينما الرقمية اللي هي بتبقى بتتصور بالموبايل، مهرجانات كبيرة جدا وبتاخد جوائز كبيرة جدا، بعد بالذات ما التقنيات والجودة بتاعت الصورة عليت جدا في أجهزة التليفون المحمول، وبيبقى الأفلام دي معروضة قدام بعضها من كل دول العالم. هنسمع من أبانوب قصة جميلة عن موهبته وعن يعني الإصرار اللي كان عنده لغاية لما وصل لهذه الجائزة، وهو دراسته مهن طبية بيعمل حاجة تانية خالص، لكن كسبنا فنان إن شاء الله يكون جميل ويكون موفق باستمرار. خلونا نبتدي أخبارنا على طول. النهاردة شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مساء انعقاد فعالية مصرية لدعم فلسطين بعنوان تحيا مصر وفلسطين، مقامة في استاد القاهرة الدولي. الفعالية شهدت حضور واسع من الشخصيات العامة والسياسية، وتأتي تزامنا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني اللي بيتعرض لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي. تعالوا نشوف تقرير، ناخد التقرير الأول يا شباب وبعدين ناخد الكلمة، ولا إيه اللي جاهز عندكم؟ طب تعالوا ناخد كلمة السيد الرئيس التاريخية خلال الفعالية المصرية تحيا مصر وفلسطين. الحضور الكريم، السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والفخر أن أتواجد في هذا الجمع الكريم من أبناء مصر الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية. جمعتهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما فلن يضل ولن يتفرق أبدا. وإن سعادتي تبلغ مداها وأنا أرى الأمل في جمعنا هذا، ونحن نسوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا. وكما تعاهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدا. السيدات والسادة، شعب مصر الأبي، تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني. اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض. ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها. ومنذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة.
وقد تشكلت خلية إدارة الأزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تبعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة. وقد كان قراري حاسماً، وهو ذات قرار مصر دولة وشعباً، بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم. ذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها. فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقروناً بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود. وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق. شعب مصر العظيم، لقد بذلت مصر جهوداً صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب، وذلك على كافة المستويات. سياسياً، قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة. كما كثفت الدولة اتصالاتها الدولية مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرياً، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن. واسمحوا لي أن أنا أتحدث قليلاً في هذه النقطة. إحنا المصريين كلنا كنا دايماً لنا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا، ولم نتكلم أبداً ولم نشتكي أبداً ولم نطلب من أحد أبداً أي دعم في هذا الأمر. هي كلمة مهمة فعلاً، وفيها تفاصيل، و تعرفين مخاطبة الخطاب السياسي غير الخطاب الشعبوي. لما الرئيس يتكلم كل الفترة اللي فاتت كان كلام سياسي، كان بيتكلم مع رئيس جمهورية، بيتكلم مع ملك، بيتكلم مع وزير خارجية، بيتكلم مع أطراف معنية سياسية دول، لكن الكلام للشعب مختلف، والكلمة دي مهمة جدا. الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات. الأول عايز أعرف يعني تعليق حضرتك أو تحليلك لكلمات السيد الرئيس البسيطة القوية اللي قالها النهاردة في فعالية تحيا مصر وفلسطين. هي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفالية تحيا مصر هي كلمات كاشفة ومن القلب، كلمات صريحة تخاطب الشعب وتخاطب الإقليم وتخاطب العالم أجمع، رسائل واضحة قوية لا تقبل أبداً المساومة في الثوابت المصرية. أي. تحديد لاءات وخطوط حمر، فالرئيس القوي يعلم جيداً الخطوط التي ترسم ومتى ترسم وكيف يمكن إدارة الموقف عندما يقال أن هذا خط أحمر. لذلك هناك قوة مصرية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات، المستوى الدبلوماسي والمستوى الإنساني وكافة المستويات التي تدرك مكامن القوى المصرية. طب استاذن حضرتك تطلعنا على أهم هذه الخطوط الحمراء اللي وضعها الرئيس في كلمته النهارده.
الخط الأول أنه لا تهجير للفلسطينيين، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية. تمام. ولا استمرار للعدوان، لأن ما يجري على الأرض الفلسطينية أمر لا يمكن قبوله على أي مستوى إقليمي أو دولي، إنساني أو قانوني. الخطوط الحمر التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا معها خطوط لا تقبل أبدا النقاش، وأنه لا يجب أبدا استمرار سياسة العقاب الجماعي طبعاً. والتجويع والتعطيش والتدمير صحيح. لا يمكن أبدا الاستمرار في كل ذلك، لأن هذا يعني أن يعني إذا وافقنا على ذلك فيعني أننا نضحي بكل ثوابت القضية الفلسطينية، وهذا في عهد الرئيس السيسي لا يمكن أبدا أن يحدث ذلك. طب أستاذن حضرتك، يعني هو مطلقة في الكلام، دلالة فضل. هذه الفعالية ودلالة هذه الرسائل اللي بتأتي في توقيت مهم، والرئيس بقاله يمكن ما يقترب من أسبوع يستخدم كلمات من نوعية الضمير العالمي النائم والذي يتغاضى عن الجرم الفظيع اللي حاصل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. حقيقة ما يجري هو عملية قتل بدم بارد يواجهها، لا أقول ضمير عالمي، ولكن أقول ضمير قيادات تستحسن ما تفعله إسرائيل وتوافق عليه رغم كل تصريحاتها. يقولون أنهم يرفضون قتل المدنيين لأن كل قوانين الحرب ترفض قتل المدنيين، ومع ذلك يتم قتل المدنيين. لا يفعلون شيئا، مجرد تصريحات صحيح. ولكن في الغرف المغلقة تجري الاتفاقات بالإمداد بالمزيد من السلاح والدعم اللامحدود. هل تعلم أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات، ولكنه لا يبالي لأن هناك من يسدد تلك الفواتير صحيح. ومن أمن العقاب أساء الأدب. طب وإسرائيل محمود تعلم. أنا عندي سؤال بيؤرقني من فترة طويلة، ألا تستطيع هذه الدول الكبرى فجأة أن تنفض أيديها من تصرفات الدولة الإرهابية المجرمة وتعلن صراحة، عكس بقى ما قالوا في أمريكا لو لم تكن هناك إسرائيل لصنعنا إسرائيل، وظيفية هذه الدولة في المنطقة مش خلاص بقى كده كفاية؟ لا طبعا مش كفاية ولا حاجة بالنسبة لهم، لأنه هذه الدولة خلقت لتوجد لتفعل وتدمر وتثير الزوابع السياسية والأمنية، وتمارس كل ما يمكن ممارسته من عمليات تخويف وتهيئة الأجواء حتى يمكن السيطرة على المنطقة صحيح. بالكامل. إسرائيل ليست مجرد دولة، إسرائيل ليست مجرد دولة، وإنما هي خنجر في خسارة المنطقة صحيح. يظل دائما يدمي ويظل دائما يقتل. على هذه المعلومات القيمة الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك. وأروح مع حضراتكم لمشاهدة السيد الرئيس أثناء نفس الفعالية لفيلم بعنوان رسالة عرفان لدعم فلسطين. يحمل الفيلم عدد من رسائل المواطنين من مختلف الطوائف والفئات تؤكد على وتشكر الحقيقة جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء وتنمية الدولة خلال 10 سنوات ماضية. طبعا قبل ما نروح نشوف جزء من الفيلم أقول لكم أنه حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لا يجب أن تظل هكذا خارج السياق، وتكون يعني مطمئنة وضامنة لتأييد الشعب للرئيس. لا، المفروض أن هي، والحقيقة هي بتعمل ده بمنتهى الذكاء، تم التبرع بكل التبرعات اللي جاية للحملة لصالح القضية الفلسطينية وإخواتنا في غزة. تم عمل بقى فعاليات من هذا النوع وقوافل المساعدات لوحدها، دي مش هقول بقى دعاية انتخابية، لكن هقول دي تأكيد لأهمية وجود هذا الرجل وخبراته السياسية والعسكرية والمعلوماتية اللي العالم كله بيقدرها. تعالوا نشوف جزء من الفيلم. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا ابنك الطالب أحمد محمد، بلعب في ملعب الأسمرات بطل القاهرة وجمهورية ومنتخب،
أنا محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية. من المواطن المصري عماد الدين حسين. تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. أنا من جينا يا عم الرئيس. أنا المواطن السناوي خليل بوفراج بوخليل. أنا محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر. واحد من أفراد الشعب اللي بيحبوك. أنا أسامة كمال مقدم برنامج مساء دي إم سي. أنا المواطن المصري أحمد السقا. تحية طيبة وبعد. أنا بوجه لك رسالة. بتكلم مع حضرتك الكلام من القلب للقلب. اسمح لي ان انا ابدا كلامي برحله قضيناها مع حضرتك خلال 10 سنوات فاتت. بشكر حضرتك على كل المجهود اللي اتبذل خلال ال10 سنين اللي فاتوا. شكرا يا ريس على الدعم اللي انت قدمته لنا لزهير الهمم، واحنا بقى لنا حقوق ونشارك في كل حاجه ودايما بتتكلم علينا. من اول يوم حضرتك عودتنا على الصدق والشجاعه ومصالحه ابناء الشعب المصري لمواجهه كتير من التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات. إحنا بنشكرك لأنك قدمت لبلادك جهود وتضحيات وأعدت لمصر مكانتها المرموقة. من يمتك مش شاكرين وجزاك الله خير وما قصرت وحرصت البلد وحرص حدودها ترى من الشردم والمشاكل، ودي بلد كبيري المكان شريس فيه دماغ ما يقدرش يمسكي. البلد واجهت مشاكل صعبة تهدد يعني استقرارها الفعلي. لأول مرة شعرنا بخوف حقيقي على مصر. كان في تحدي الإرهاب طبعاً، يعني التحدي الأكبر على الإطلاق، ثم تحدي التنمية. رغم كل التحديات اللي كانت موجودة قدام حضرتك، لكن قبلت التحدي وشلت المسؤولية كاملة على عاتقك. يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير لما لمسناه من إنجازات على مدار 10 سنوات مضت على مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية. ولمسين سيادتك قد إيه أنت تعبت عشان تنعب بالبلد ديت. أنا عايز أقولك إني بحبك قوي وعايزك تفضل مكمل معانا. تحملت الطعنات من كل فج وصوت في صمت الأقوياء غير عابئ بأبواق الإفك. استطعت أن تعيد مصر إلى القارة الإفريقية، استطعت أن تعيد مصر إلى أمتها العربية، وخدت قرارات صعبة. وربنا يديك طول العمر ويخليك لينا ويثبت خطوك. الله يكون في عونك وربنا يستر عليك قد الشيله. صح، انا شاهد الفتره اللي فاتت فتره ال10 سنين على تغير كبير، تغير جريء. في ال10 سنوات الماضيه شهدت مصر تغييرا غير مسبوق في تاريخها في اطار المواطنه ومجتمع العداله والتنميه. الاهتمام بالمواطن المصري ده من اهم الانجازات. المشروع التنموي اللي حضرتك وحشدت ليه كل مؤسسات الدولة وإمكانياتها لتسريع التنمية وتجهيز مصر للانتقال للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. الحقيقة شيء جميل إن الواحد يعرف رأي الناس فيما يحدث، ونتمنى من الله إن الناس أيضا اللي كانت عايزة تطلع في الفيلم وتقول ما زلنا نعاني من، نتمنى إنه الله يرفع المعاناة. وإحنا الحقيقة بنصلي ليل ونهار لأجل هذا الوطن ولأجل القيادات ولأجل كل من هم في منصب ولأجل الشعب، عشان ربنا يبارك البلد دي ويرفع معاناة الغلاء والأسعار ومؤامرات الاقتصاد والتجار الجشعين والمحتكرين من السوق والفسدة وأي شيء بيعوق رفاهية وسعادة المواطن المصري. نصلي لكي يرفعه الله عن هذا البلد، وسيحدث بإذن الله. الخبر اللي بعد كده هو وقت الأزمات مصر هي أول من يهرع لنجدة المستغيث، وأول من يمد يده بالانتصار سلاما للآخرين. خلال حرب إسرائيل على غزة، مصر كثفت جهود كبيرة جدا لدعم إخواتنا الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، كما سعت باجتهاد لإيقاف إطلاق النار وتكللت جهودها بالنجاح بهذه الهدنة. تعالوا نشوف تقرير عن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس. إعداد شيرين لمعي وتعليق صوتي جيسي مدحت ومونتاج صموئيل مرقص وإخراج مافي رامي. تتوالى النجاحات المصرية واحدة تلو الأخرى، فبعد سعي مصري جاد وجهود مضنية
تمكنت مصر بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وقطر من التوصل إلى اتفاق إيقاف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بين حركة حماس وإسرائيل. ويتضمن الاتفاق إيقاف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كل مناطق غزة، بالإضافة إلى إيقاف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع، وإيقاف حركة الطيران في جنوب غزة على مدار 4 أيام، وحركة الطيران في الشمال 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً حتى 4 مساءً، وكذلك إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق غزة بلا استثناء شمالاً وجنوباً. كما شمل الاتفاق ضمان حرية حركة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب بطول شارع صلاح الدين. وألزم الاتفاق أيضاً إسرائيل بضرورة عدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق غزة. ولم يتوقف الاتفاق عند هذا الحد، بل نص على إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون سن 19، مقابل الإفراغ عن 150 من نساء وأطفال فلسطين بسجون إسرائيل دون سن 19. وتقوم مصر باتصالات مكثفة للإسراع بتنفيذ تلك الهدنة، حيث إنه من المتوقع أن تدخل حيز النفاذ غدا. وتسعى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ما هو أبعد من الهدنة المؤقتة، حيث يأمل الرئيس في إيقاف شامل للحرب في فلسطين لحل الأزمة ووضع حل جذري للقضية الفلسطينية. فمن ذاق مرارة الحروب يعرف قيمة السلام، فمصر التي شاركت في الحروب وانتصرت في حرب 6 أكتوبر عام 1973 تقدر السلام وتسعى إليه دائما. يعني الحقيقة وأنا بتفرج معاكم على التقرير الجميل خطر في ذهني سؤال، لما الواحد بيسافر في أي دولة أوروبية أو أجنبية وبيشوف أن الطفل من سن 16 أو 18 بيكون من حقه أنه هو يلاقي شغل ويلبس كويس وياكل كويس، يعني بنسب على حسب هو اتعلم لغاية فين ولا بيكمل ولا لأ، ولا يعني عنده مواهب أو إمكانيات توفر له فرصة عمل مهمة، لكن في الآخر في حد أدنى. لكن أن يظل جالسا على أكوام من الخراب بهذا الشكل، فده يعني لا يجب أن يكون في عالم اليوم أبدا أبدا أبدا. طيب خلينا ناخد تليفون أستاذ أكرم عطلة الكاتب الصحفي بجريدة الأيام الفلسطينية. مساء الخير يا فندم. النور أستاذ أكرم، يعني خلاص 7 صباح الجمعة، غدا هتبدأ الهدنة ويبدأ تسليم دفعات الأسرى 4 عصرا. احنا عرفنا من الأخبار ان مصر تسلمت قائمة بأسماء كل من سيفرج عنه من الجانبين، عايز أعرف تفاصيل أكتر من حضرتك. يعني غدا الساعة 7 ستبدأ التهدئة الهدنة، الساعة 10 صباحا ستتوقف الطائرات عن التحليق، طائرات المعلوماتية للطائرات من غير طيار المطيرات. كنت عايز أسأل حضرتك عن أهمية هذه النقطة في اتفاقية الهدنة، يعني ما أهمية أن يتوقف الطيران 6 ساعات في الشمال و4 أيام في الجنوب، على أساس يعني أنه ما يرميش حاجة ولا إيه الفكرة يعني؟ لا، هو 6 ساعات في الشمال هو موعد التهدئة، 4 أيام في الجنوب هو على مدار ال4 أيام، لكن 6 ساعات هو فترة التهدئة. تمام، لكن توقف الطيران في فترة التهدئة هدفه إيه؟ نعم، هذا ربما هذا كان مطلبا لحركة حماس بهدف أن تتحرك على الأماكن التي تحتجز فيها المحتجزين دون أن
يراقبها الطيران الإسرائيلي حتى لا ينقض على باقي الأماكن. هذا له أسباب أمنية جدا. ورفض الإسرائيلي في البداية هو في حال الحرب يجمع معلومات، ولكن اضطر الإسرائيلي أن يتجاوب. طب حضرتك عندك تفسير لتأخير بدء نفاذ الهدنة من اليوم إلى الغد؟ لا، هو عادة يعطى فترة للأطراف، يعني موضوع الهدنة قيل إنه مثلا اليوم، لكن قيل إنه غد. عادة تتفق الأطراف ثم تعلن صباح الغد على الهدنة. طيب أخيرا عايز أسأل حضرتك، في رأيك لو التزم الطرفان بالهدوء خلال هذه الفترة، هل ده مدعاة لتمديد هذه الهدنة من أجل السعي اللي مصر بتقوده أنه يحصل بقى هدنة دائمة ووقف الإطلاق النار دائم؟ لا، هو من غير المتوقع أنه الأطراف تحرص الهدنة، من غير المتوقع، لأن هناك مصلحة للجانبين بموضوع الهدنة. حماس لها مصلحة وإسرائيل لها مصلحة كبيرة. التزمت أمام الرأي العام الإسرائيلي طبعا سعادة الأبناء، هكذا يقولون. بالتالي موضوع التهدئة موضوع مصلحة، لذا المتوقع أنه الطرفين يسعيان إلى التزام واحترام هذه التهدئة. طب أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أكرم عطلة، الكاتب الصحفي بجريدة الأيام الفلسطينية، ومش عايز أقول بنبارك لكم على الهدنة، لأنه الحقيقة مش عارف هنبارك على ايه. احنا الناس تبارك على شيء فيه بهجة زائدة عن الحياة العادية اليومية، لكن في هذا الحال والاهل والاقرباء يموتون ويجرحون، وان شاء الله بس نأمل انه يدخل كم كافي من الوقود من معبر رفح ومن ميناء رفح البري ومن اكتر من اتجاه، علشان نلاقي بس المستشفيات تعرف تشتغل والمرضى تتلقى علاجا مناسبا، وان شاء الله يا رب اللي جاي يكون خير. طيب اروح مع حضراتكم لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اللي عقد النهارده اجتماع لاستعراض مبادره مقترحه لبيع الوحدات العقاريه بالدولار بالتعاون بين الحكومه ومطوري العقارات بالقطاع الخاص. تم استعراض مبادره مقترحه تتيح الوحدات العقاريه للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج او الاجانب. بيشارك في المبادرة دي الوحدات اللي تتبع المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، ويتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاحها. تعالوا نعرف تفاصيل من الأستاذ محمود داود الخبير في التطوير العقاري والمدن المستدامة. مساء الخير يا أستاذ محمود. ألو. طيب يعني الحقيقة أستاذ محمود شرفنا، طالما يعني شرفنا أكتر من مرة علشان نتحدث عن أهمية التنمية العمرانية المستدامة والمدن الجديدة وما إلى ذلك، فإذا استطعنا بيع الوحدات بالدولار أعتقد أنه هيكون في فارق ومكسب كبير. أستاذ محمود حضرتك معايا؟ معاك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أستاذ محمود، يعني هذه الخطوة في تصورك كنت بقول طالما حضرتك نادينا بأهمية هذه المدن الجديدة وهذه التنمية العمرانية المستدامة، وحضرتك ضفنا في أكتر من لقاء، فكلمنا كده، هل ستستطيع الدولة بإقناع المطورين في القطاع الخاص بأن يكون هناك محفزات كافية لكي يشتري المصري بالخارج أو الأجنبي الوحدة بالدولار؟ يعني هو الأول اسمح لي أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، يعني ده بداية. ثانيا طبعا إن شاء الله احنا طالما زي ما سيادتك تفضلت مذكورا وقلت، احنا نادينا كتير إن فكرة إن تصدير العقار والقطاع العقاري تحديدا هو ممكن يكون بديل أمثل لضخ الدولار في مصر، خصوصا في ظل الأزمة العالمية اللي احنا فيها. صحيح. الموضوع بس محتاج بعض التنظيم أو الجهات اللي تقوم عليه علشان يسهل العملية علينا وعلى المواطن المصري اللي عايش بره مصر يشتري بالدولار أو المستثمر الأجنبي، في ظل كمان الأحداث السياسية اللي بيمر بيها العالم. احنا شايفين النهاردة في نزوح من بعض الدول الأوروبية زي روسيا وأوكرانيا وغيره فيما يخص أوروبا، وطبعا الأحداث الجارية اللي لا تخفى على أحد
في الوطن العربي اللي هي بالتبعية كل دول هيبقوا ليهم بديل أمثل في الشرق الأوسط. والحمد لله ربنا يديم علينا نعمته، احنا اكتر دولة فيها امن واستقرار صحيح في الوقت الحالي، وان شاء الله ومع وجود كمان الشتاء القارس اللي داخل وأزمة الغاز في الدول اللي يعني تبقى ده بديل للتجمد، يعني ان هم يجوا يقضوا اوقات طويلة او يبقى عندهم عقار او يمشوا في اجراءات جنسية او ما شابه يعني. والاهم من ده ان في الاخر العقار المصري مهما زادت الاسعار هو مقارنة بدول تانية كتير، احنا الخدمات عندنا والخدمة العقارية تحديدا سعرها مقارنة باماكن كتير بتقدم نفس المستوى تقريبا ارخص كتير. طبعا لما تحولها حضرتك للقيمة الدولارية، يعني انت بتتكلم النهاردة الدولار ب31 جنيه في البنك، بقيمة ده انت حضرتك ممكن تشتري عقار محترم جدا جدا صحيح في مصر بمقابل اوضة وصالة في اي مكان تاني زي دبي مثلا. ده صحيح، ده صحيح. لا ده بقى لو رحنا الأسعار في أوروبا وأمريكا، أنا شفت ونزلت عند ناس شفت أرقام وتعتبر في فيليجز يعني في قرى ومع ذلك أرقام باهظة، حتى من الخدمات زي ما حضرتك تفضلت يعني تنظيف مش عارف سجاجيد دهن إيه مش عارف سباكة إيه. طيب عايز أسألك عن المحفزات اللي ممكن تكون وصلت لمعلومات حضرتك تشجع. أنا لسه النهاردة كنت بتكلم مع احد الشباب الجميل اللي بيشتغلوا في البروكرينج في بيع الوحدات العقارية لولد برضو عايش برا مصر، وبسأله بقوله بالدولار فقال لي لا طبعا بالمصري. فايه المحفزات اللي هتخلي مواطنين في الخارج او الاجانب يعني يتحمسوا لفكرة تصدير العقار ديت ويدفع بالدولار؟ التزكية الحكومية هي الحل الامثل لده. يعني النهاردة لما نلاقي القطاع الحكومي بأكماله بيدعم فكرة ان المطور العقاري، النهاردة هي الحكومة بتقول انا بدعمك انك تصدر عقار بالشكل المناسب للجنسيات الأجنبية. يعني انا عايز اوصل لحضرتك معلومة، مثلا ان المواطن او السائح الأجنبي او العميل الأجنبي النهاردة عشان يشتري في مصر استحالة يشتري مثلا وحدة نص تشطيب. فأهم حاجة انك تفهم دماغ العميل بتاعك المحتمل انت عايز تعمله ايه. فانا النهاردة لو هبيع فرضا وحدات، الراجل ده جاي من اماكن فيها مدن مستدامة، واحنا عندنا الحمد لله مدن مستدامة، الناس دي عايشة في شوارع عاملة ازاي، في طاقة متجددة بشكل عامل ازاي، ما بيعيش المأساة الحقيقية بتاعت ان انا ادخل في ثقافة صيانة البيت بعد كده فانا اوفر له صيانة معينة صحيح. فكرة ان انا اعيش مع التشطيب، لا هو الراجل ده مش يجي يشطب ويقف مع عمال. فده رقم واحد. رقم اتنين وده الاهم، التزكية الحكومية. ان انا النهاردة بقول له انا حافظ لك حقك قولا واحدا، انت ليك حصة في الارض الموجودة عليها المقام عليها العقار او في المدينة او في الكومباوند اللي انت فيه، لا قدر الله في اي حالة نزاع او اختلاف او تأخير من المطور العقاري انا بضمن لك حقك. والاهم من ده كله قوة المعلومة صح. ان انا النهاردة اعمل منصة الكترونية كافية فيها كل المعلومات. ده نتمنى بقى ان الحكومة تنجزه سريعا بالتعاون مع القطاع الخاص. بشكرك جدا استاذ محمود داود الخبير في التطوير العقاري والمدن المستدامة. والحقيقة يعني لما جات لنا فرص نسافر برا ونشوف مثلا الكومباوندز في امريكا، احنا عندنا حاجات مشابهة وشكلها كلها بقت شبه بعض الحقيقة يعني جوه ولا بره. بس هي الفكرة بقى ان هو زي ما بيقولوا استاذ محمود مش هياخد شقة وينزل تحت بقى يلاقي الشارع مليان مية ويلاقي معرفش مشكلة في الحراسة، مشكلة في انه عربيته، مشكلة في جنينته. لا يعني ده هيبقى ده خبر سعيد جدا، انا مبسوط جدا واتمنى انه يؤتي ثماره قريبا. ولما تصدر قائمة بالمحفزات هنعمل فقرة ان شاء الله عن الموضوع ده. طيب الخبر اللي بعد كده في إطار التعاون بين مصر ونيوزيلندا في مجال استرداد الأثار المصرية المهربة، وزارة الخارجية قامت مؤخرا بتسليم وزارة السياحة والأثار عدد من القطع الأثرية ورفات مومياوات سبق لسفارتنا في ويلينغتون إن هي استلمتها. جدير بالذكر إن عملية استرداد هذه القطع بدأت عام 2018 وسبق لمسؤولي المتحفين ان هم ابدوا استعدادهم لرد تلك القطع الأثرية ورفات المومياوات اللي موجودة امام حضراتكم، لكن انتشار جائحة كورونا ادى لتأجيل الامر وتعليق الطيران في نيوزيلندا بشكل كامل بسبب هذا الموضوع. بشكر
جهود الخارجية والسياحة المصرية ودار الوثائق بقى وكل الأجهزة اللي بتتضافر عشان تثبت ان القطعة دي بتاعتنا وانها مسجلة بأرقام كذا وانها موجودة ضمن قطاعنا الأثري. وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي أصدرت التقرير الأول عن محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وحجم التمويلات التنموية الميسرة والمنح التي لا ترد اللي تم توفيرها بجهود هذه الوزارة من شركاء التنمية لتعزيز قدرتنا على الانتقال للطاقة المتجددة. التقرير بيوضح ان التعهدات المالية اللي تم الاعلان عنها بلغت 1.2 مليار دولار من خلال منح استثمارية دعم فني تمويلات تنموية ميسرة من شركاء التنمية من البنوك متعددة الأطراف وهي بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، صندوق الشراكة المؤثر في العمل المناخي التابع للبنك الأوروبي وعدد من البنوك الدولية الأخرى. آخر خبر معايا من مركز معلومات مجلس الوزراء اللي بيعلن اختيار مجلة فوربس الشهيرة لوزيرة البيئة ضمن أكثر 10 شخصيات حكومية مؤثرة في الشرق الأوسط. بيعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن اختيار المجلة للدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة حكوميين في الشرق الأوسط يدفعون لتحقيق الاستدامة في نسختها الأولى من قائمة قادة الاستدامة. بتضم القائمة قادة الشركات اللي بتتخذ إجراءات إيجابية لتحقيق الاستدامة، ويأتي اختيار دكتور ياسمين فؤاد لتمتعها بخبرة تزيد عن 20 عاما في العمل في الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، وهي المنسق الوزاري والمبعوث لمؤتمر الأطراف 27 COP27 اللي عقد في شرم الشيخ في مصر 2022، وقدمت لمحة عامة عن النظام البيئي للاستثمار في مصر وفرص الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستراتيجية الوطنية للمناخ لعام 2050. قبل ما اختم بس هفكركم ان وزارة البيئة دي لما استحدثت في مصر كانت الناس بتضحك تقول لك ايه بقى ان شاء الله عشان قش الرز يعني والحرائق. وزارة البيئة الآن أصبحت من أهم الوزارات باعتبار أن احنا داخلين على اقتصاد أخضر وعاملين منصة للهيدروجين واستراتيجية وطنية وعندنا مشاريع ضخمة جدا واستثمارات كبيرة جدا للطاقة النظيفة والمستدامة. بشكركم. فاصل قصير ونبدأ حواراتنا حالا. اهلا بحضراتكم معانا لفقرة الحوار الاولى لهذا اليوم اللي بيشرفني جدا يكون ضيفي فيها الدكتور احمد عبد الدايم استاذ الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك دكتور احمد. يعني النسخة الثالثة من مؤتمر اعادة اعمار افريقيا اللي بيرعاه الاتحاد الافريقي بتعقد فين وايه تفاصيلها؟ حضرتك قلت 227 وايه بالظبط اللي ممكن يعني نجنيه من وراءها سلما بقى واستدامة وتنمية لهذه الدول اللي عانت كثير من الاحتراب الاهلي وغيره؟ يعني طبعا احنا يعني كمصر يعني بحكم ان هي مستضيفة يعني مقر المركز مركز الافريقي لاعادة الاعمار موجود في مصر، وبالتالي مركز المركز الافريقي لاعادة الاعمار ده اصلا بيعمل يعني ليه فعاليات كثيرة للغاية لان هو تابع للاتحاد الافريقي. تمام. يعني هو تنظيميا مش تابع لينا كمصر يعني. هو جهاز من ضمن اجهزة الاتحاد الافريقي. تمام. وابتدى يعني تم تطويره لان اعادة الاعمار يعني حتى لما نيجي نتكلم فيها هي فكرة جديدة طرحها الاتحاد الافريقي من في مؤتمر بانجول في جامبيا من 2006. لكن الفعاليات بتاعتها يمكن 2009 يعني تطورت لاني المفهوم بتاعها، ومصر كان ساعتها يمكن من 2013-14 ابتدت يعني تقدم مقترحات اني مع أجندة الاتحاد الافريقي 2063 بتقدم يعني زي بامفلت
إن هي تستضيف المقر يعني. وبالفعل قدمت خطة متكاملة، وكان يمكن داخل معاها رواندا في هذا الإطار يعني، وكان ساعتها الخطة المصرية إن أنا عايز أستأذن حضرتك بس نلحق نتكلم عن إعادة الإعمار. ما أنا جاي لك عشان المركز، عشان المركز في حد ذاته ده أهمية للغاية. اتفضل. لأن الفكرة المصرية اللي هي بتروجها يعني من خلالها، لأن كان حتى المنظمات الدولية لا تهتم بمسألة إعادة الإعمار يعني في الخلفيات السياسية بتاعتها، تهتم بتسوية النزاعات وحفظ السلام. أيوه. وبناء السلام وعقد معاهدة السلام، لكن مسألة إعادة الإعمار دي خاصة بإفريقيا بشكل عام يعني. أيوه. وبالتالي المركز الإفريقي هنا بيقدم فعاليات. لما احنا عقدنا الاتفاقية في أواخر، لو انت فاكر اللي هي لما احنا كنا رئيس الاتحاد الإفريقي 2019، ديسمبر 2019 خلاص مصر وقعت الاتفاقية وأصبح المركز، لكن المركز لغاية دلوقتي ما تفعلش. يعني حتى تلاقي الكلام الكثير حوالين الرئيس، احنا يعني في كل النسخة الأولى اللي تعقدت 21، النسخة الثانية اللي تعقدت 2022، النسخة الثالثة حاليا اللي هي معقودة الأسبوع الثالث، اللي هي فعاليات سياسية مش نسخة يعني بمعنى. طب إيه اللي عطل إنه يبقى في مشاريع فعلية لإعادة إعمار إفريقيا عن طريق المركز؟ ما هو إعادة الإعمار، أولا المركز إحنا قاعد بشكل مؤقت داخل مصر حاليا لغاية ما يتم بناؤه حاليا تقريبا في الإطار النهائي لبناء مركز متكامل في العاصمة الإدارية في حي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية. تمام. أعتقد إنه هو تم تجهيزه. تمام. على أرض الواقع. لكن فكرة أنك أنت عشان أنا بتتكلم على يعني إعادة الإعمار، معناه أنك أنت دخلت في إطار يعني تمت تسوية الأمور النزاعات. عشان كده بقى مسميين النسخة فكرة بناء السلام، يعني لما من غير سلام ولسه في حرب مش هنعمل إعادة الإعمار. هو النسخ التل الأولى والتانية كان ليها فعاليات تحت كل نسخة بتختار عنوان. أي. من ضمن العناوين بتاعت النسخة دي، العنوان الرئيسي بتاعت النسخة دي اللي هي إيه؟ يعني مستقبل إفريقيا في بناء السلام. يعني إحنا تحولنا من فكرة الترويج للمركز والترويج والتوعية والمسائل دي في النسخ السابقة، لإن نتكلم عن إن هنا فكرة بناء السلام بشكل متكامل. بناء السلام بيجي بيسبقه عدة أمور. أنت يعني المسألة يعني إحنا بالنسبة لنا فيها إشكاليات كبيرة، لأن كل الغلطة الرئيسية اللي كانت تقع فيها إفريقيا إن هي يعني سرعان ما إني إيه يعني مثلا مبادرات إسكات البنادق وغيرها وحاجات زي كده، اني عاوزه يعني تخفض من 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 النزاع، لكن هي على ارض الواقع انت السرعان ما ايه الاشتباكات او الحروب تنشا مره اخرى. يعني مثلا هتلاقي في غرب افريقيا، لو انت خدتها كمثال، هتلاقي مثلا مناطق المهمشه مثلا في الشمال، في النيجر، في مالي، في بوركينا فاسو، في غيرها من كل الدول، وتلاقي الصراعات مناطق المهمشة مع البتاع، حتى ادت الفرصة للجماعات المتطرفة ان تنمو في المناطق دي، وبالتالي تعايشت في هذه المناطق. الخلافات والصراعات دي بحكم ان معدلات التنمية منخفضة والحاجات دي هي اللي بتخلي في صراعات على السلطة. وبالتالي ان المناطق دي بتطالب بنصيبها من التنمية. وبالتالي انت لما النزاعات الكثيرة لما بتحلها على وانت مش فاهم اصلا وما عملتش اعمار في هذه المناطق ولا عملت تنمية، فبالتالي سرعان ما حضور. طيب في السؤال، نفس الفلك. السؤال حضرتك قلت ان دي كان اول مرة تهتم مؤسسة كبيرة وإفريقية بإعادة الإعمار، وكان الحديث دائما عن السلام وبناء السلام ووقف القتال وهو ليه ما فيش جهود دبلوماسية حقيقية من الاتحاد الإفريقي، يكون مكتب يبعت دبلوماسيين كبار يقعدوا مع هذه الفصائل المتحاربة أو الدول المتحاربة، الدول المتجاورة المتحاربة، ويطمئنوا إلى إنهاء كل النزاعات ويتبعوها بقى على طول زي ما عملنا ما هو في منطقة سيناء. هو في الحاجات دي موجودة، يعني أنت عندك مجلس السلم والأمن الإفريقي ده موجود كجهاز، بس لسه الناس بتموت بعض برضه. ما هو النزاعات احنا كأكثر ليه؟ لأن أنت خلفية النزاعات في إفريقيا أسبابها متعددة. في أسباب عرقية، في أسباب اجتماعية، في أسباب فقر، في أسباب سياسية، حاجات كتيرة، أسباب سياسية ثقافية، حاجات زي كده متعلقة. أي.
طبيعة نشأة الدولة في إفريقيا والخلفيات بتاعتها والمشاكل بتاعت نشأة الدولة في إفريقيا. وبالتالي لما تيجي أنت بنيت على بناء خطأ والحاجات اللي زي كده، مهما يكون أنك أنت بتخفض، أنت المبادرة الرئيسية اللي عملها الاتحاد الإفريقي اللي هي مبادرة إسكات البنادق، إحنا معمولة المفروض تنتهي 2020 مش كده؟ من المفترض احنا فشلت في ايه؟ المفروض انت حققت بعض الانجازات اللي فيها، لكن ما زال تقريبا اكتر من 21 منطقة افريقية او دولة افريقية فيها نزاعات بالشكل العالي كمان. طب حضرتك كأستاذ للدراسات الافريقية بتشوف ازاي نحط ايدينا على بداية اعادة اعمار، بمعنى ان احنا نطمئن لعدم وجود اي نزاعات مسلحة؟ هل مثلا بالتعليم؟ لانه معروف انه لو الواحد بدأ يتنور ومخه كبر ولقى فرصة عمل ولقى أكل عيش هيخصص كل مجهوده لده. هي 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 على فكرة الأجندة الإفريقية فيها حلول لكل المشاكل الإفريقية اللي هي 2063. لكن أنت لما تيجي على أرض الواقع، وهنا سبق أن نتكلم المبادرة ذات نفسها 2020 مفروض تسكت البنادق في إفريقيا، لكن أنت لم تسكت هذه البنادق بسبب المشاكل والحاجات دي وأزمات دولية وصراعات إقليمية واستمرت هذه المنطقة، لكن أنت جددت المبادرة لمدة 10 سنوات أخرى لغاية 2030 على أمل، يعني على أمل أنك أنت تختفي هذه النزاعات. لكن الجديد في الموضوع اللي هي مسألة إعادة الإعمار، لأن إعادة الإعمار اللي إحنا بنتكلم عنه مش معناها انك انت هتبني شويه مباني وخلاص. اعاده الاعمار بمعنى ان المركز الموجود في مصر الاليه اللي هيشتغل عليها واللي حتى السيد الرئيس دايما بيطالب بيها، ان لما يجي يتفعل ويتحط جهاز سياسي، لان دلوقتي في خلافات في بين الدول الافريقيه في اللي هو انت عارف دايما احنا داخل الدول الافريقيه الجهاز الاداري اللي بيكون موجود لمركز الاعمار، كل دولة عاوزة تحط موظفين يعني فيها وحاجات من هذا القبيل. لغاية دلوقتي الجهاز الموظفين والحاجات دي لم يتم الاتفاق عليه، والمفروض في تخصيص موارد وحاجات زي كده لم يتم تفعيله إلا من خلال جهود مصرية حاليا، إن أنت بتعمل اللي هي الأسبوع الاتحاد الإفريقي وتعمل مجموعة من المحاضرات والفعاليات السياسية وحاجات زي كده. حضرتك فكرتني بمسرحية شاركت فيها ونجحت نجاح باهر بس ما تصورتش للأسف، اسمها بالعربي الفصيح، كان لينين الرملي كاتب مسرحية عن ضياع الشاب الفلسطيني واخواته بقى العرب، كل واحد من دولة شكل وبيقعدوا عشان يرجعوه، فهم بيقعدوا يتخانقوا على مين اللي هيقود الجلسة، مين رئيس الجلسة. يعني في مشهد كوميدي مريع، يعني الناس كانت بتقع من على الكرسي من كتر الضحك، ان هم نسيوا القضية الأساسية يعني زي ما بنقول دلوقتي، يعني لا في اعمار ولا في اعادة اعمار، وبيختلفوا على مين الموظفين اللي دلوقتي ليه، لان ده مركز جديد احنا دلوقتي هو المفروض متأسس من 2020 لغاية دلوقتي 2023، وتلاقي هذا النداء متكرر في كل خطابات الرئيس، سواء النسخة الاولى 21، النسخة الثانية 22، النسخة الثالثة، هتلاقيه امبارح بيكرر نفس النداء مرة اخرى. اهم الرسائل ايه بالمناسبة؟ الرسائل ان انت عايز تفعل المركز على ارض الواقع، ايجاد موارد حقيقية، لانك انت اعادة الاعمار انك انت الآلية اللي فيه انك انت مش بتهتم بالمسائل بالبنية التحتية فقط، لكن انت عاوز يعني تحل المشاكل اللي تشوف، يعني من ضمن الحاجات اللي هي مسؤول عنها مركز الإعمار البحث في الجذور الحقيقية لأسباب المشكلات بالأساس والعمل على تلافيها. بس ده مش شغلة مركز إعادة الإعمار. ما هو انت يعني دي شغلة زي ما قلت لحضرتك لجنة معنية بالسلم، زي مجلس السلم والامن، وكانت مصر برضو كانت في السلم، واحنا عندنا المركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات. ده بيصب شغلهم متكامل مع بعض، انك انت المركزين لما بيشتغلوا في السلام والحاجات اللي زي كده، المفروض لما انا، لان انا عاوز انمي المناطق اللي فيها مشاكل وصراعات، لما يحدث فيها اعمار وحاجات زي كده ويحدث فيها تنمية، من المفترض الهدف الرئيسي اني تخف معدلات النزاعات ولا تنشأ نزاعات جديدة، وبالتالي الاعمار هو اللي هيجيب لي التنمية. وبالتالي عشان كده بتلاقي المركز اسمه ايه، المركز الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات. النزاعات المفروض هو شغله يبدأ بعد النزاع وليس قبل. في أجهزة تانية اللي هي بتشتغل ما قبل تسوية النزاع،
اللي هي مجلس السلم والأمن الإفريقي، المركز القاهرة الدولي لتسوية النزاع، وبالتالي ده كله شغال ما قبل هذه. طب إيه الأدوات اللي حضرتك شفت إن القارة الإفريقية استجابت وتفاعلت مع الصراعات موجودة وقدرت تقضي عليها؟ يعني إحنا بنقول أهو دلوقتي بقالنا فترة طويلة، مجلس السلم والأمن الأفريقي ده من سنة كام؟ ما هو من ده من مع نشأة الاتحاد الإفريقي 2002. طيب. لأن هو كان لم في الشكل القديم منظمة الوحدة الإفريقية لم يكن بها مجلس السلم والأمن الإفريقي. طيب بقالنا دلوقتي 21 سنة. 21 سنة. عملنا إيه بقى؟ لكن هي ما هو أنت بتبص في مشاكل بالفعل كثيرة، يعني كان في أدوار لعبها الاتحاد الإفريقي، عشان كده مبدأ اللي هو الحلول الإفريقية ده مبدأ رئيسي في الاتحاد الإفريقي، بمعنى أن كنت لما كان أطراف دولية تتدخل في المشكلة كان تتصاعد هذه المشكلة أكبر، وبرضو الحل الإفريقي مش جايب نتائج. ما هو لكن في إحنا لما لجأنا للاتحاد في أزمة سد أثيوبيا ولا عمل حاجة. ما هو أنت الحلول الإفريقية إحنا محتاجين دلوقتي شغل في الاتحاد الإفريقي، لأن بعض الدول برضو الإشكالية هنسيرها مرة أخرى، لأنك أنت كمصر بتحاول تنمي الرؤية الإفريقية والتكامل الإفريقي بشكل عام، لكن في بعض الدول تفضل مثلا إعادة الإعمار لا يتم من خلال الاتحاد الإفريقي، لكن يكون عبارة عن جهد ثنائي، يعني بمعنى مثلا جنوب إفريقيا لا تفضل هذا الشكل في الإطار. طبعا ده جنوب إفريقيا عدت الدول دي بمراحل، بمعنى بصراحة. إيه إن هي لما تحب تشتغل في إعادة الإعمار تحب إن هي تشتغل في كل دولة على حدة، عطلها لا يعني بمعنى إيه إن هي معناها إن عاوزة تكسب لمصالح خاصة بها هي، مش عاوزة تقوي أجهزة الاتحاد بحيث إنها تشتغل في إطار عام وتحسن صورة إفريقيا بشكل عام. وبالتالي إذن إحنا من المفترض إن نرفع الأداء بتاع يعني كل الدول الإفريقية لا تشتغل من أجل المصالح الخاصة بها، لكن يعني تعمل من أجل بناء تحسين صورة إفريقيا حتى، ومبدأ الحلول الإفريقية ما يكونش يعني مبني على أسس بتخدم على مصالح ثنائية أو علاقات ثنائية أو علاقات قطرية، لكن بيخدم على الإطار العام. هل حضرتك شايف أن ده قد يؤدي لتأجيل الأجندة اللي كانت محطوطة لإفريقيا أو تنمية إفريقيا اللي هي 2063؟ يعني ممكن تبقى بيرحل، هو بيرحل لك مشاكل، يعني مثلا المشاكل دلوقتي عندي أنا 66% من مما المفروض أنا كان عملته في أجندة في العشر سنوات الأولى مترحلة للعشر سنوات التانية، ومبادرة إسكات البنادق اللي قلنا تخلص 2020 إحنا لغاية دلوقتي رحلناها 2030. والله أعلم يعني هل لو جت 2030 هتسكت البنادق في إفريقيا ولا لو طب ياريت حضرتك يا دكتور بما إنك أستاذ للدراسات الأفريقية تحط لنا روشتة، قول على كل دولة إفريقية ما تستوردش سلاح، الفصائل تقعد مع بعض، تبتدي تبص لرفاهية أولادها، ما يقولوش إحنا كده كده عايشين في خيم فمش فارق معانا، ما يقعدوش يموتوا بعض، يحافظوا على الكنوز اللي ربنا مديها لهم تحت أصلا الأرض. انت عاوز يتعلموا. انت عاوز تعمل جهد اولا مجتمعي وثقافي وتوعوي كبير للغاية، بمعنى ان مثلا في كل دولة إفريقية لابد انك انت ايه ما يكونش، لان النظم السياسية في القارة الإفريقية احيانا بيكون كل واحد يصل للسلطة والزعامة بيخدم على المصالح القبلية للقبيلة بتاعته، وبالتالي إذن هو مش بيخدم على مصالح القبائل الأخرى، وبالتالي مش ما فيش الهوية القومية. المفروض إحنا يعني نعلي من فكرة القومية داخل كل دولة على حدة، يكون فكرة القومية ضد فكرة القبلية. أيوة، يعني بمعنى إيه، لإن إحنا لغاية دلوقتي تيجي الصراعات لأسباب إثنية أو عرقية في غالبيتها، أو حتى من باب أسباب من أسباب دينية وحاجات متعلقة بالهوية، أو أسباب تتعلق بالفقر وتراجع المستوى الاجتماعي. وبالتالي كلما أنت نميت في يعني في التعليم والصحة والحاجات اللي زي كده وطورت هذه الأدوات، على الأقل إنك أنت تنتج جيل جديد ان هو بعيد على الاقل يعني بعيد عن القبلية، وبالتالي المفروض تربطه بالمصالح القومية ويكون عنده بعد قومي اعلى من البعد الاثني او القبلي، وبالتالي المسألة دي هنا ممكن انت تشتغل في هذا السياق، او توجد آلية حتى للدول اللي فيها تنافر وحاجات زي كده وعرقيات، توجد آلية يعني شكل اتحادي شكل كونفدرالي شكل حاجات من هذا القبيل، وبالتالي ممكن يعني تتحايل على مثل هذه الأمور بالصيغة السياسية اللي احنا ايه بنتكلم فيها. طيب
يعني أنا بحاول أراجع كلمة السيد الرئيس في إطلاق الأسبوع أو النسخة الثالثة، وبسأل حضرتك يعني دلوقتي أنا بفكر معاك، يعني النظم السياسية اللي موجودة في هذه الدول هي أهش من النظم القبلية. يعني صحيح كل دولة فيها رئيس وفيها رئيس وزراء وفيها وزير اللي مش عارف إيه، لكن بنرجع نعمل زي لعبة لبنان، ما إحنا لينا كم وزير؟ لا إحنا عايزين وزارة المالية، إحنا عايزين وزارة الخارجية. فهل الموضوع يبتدي من النظم السياسية وهي تقنع قبائلها، ولا يبتدي من تنمية وعي الشباب القبائل وهم اللي يعدلوا النظم؟ إشكالية بناء الدولة في أفريقيا ده محتاجة يعني محاضرات وكتب ولقاءات كثيرة للغاية. لأنك أنت لغاية دلوقتي مثلا حتى يعني المثل المعروف في أفريقيا إن أي واحد لو قام الصبح بدري ممكن يستولي على الدولة كده وبتاع، وهتلاقي فيه ناس كتيرة. ممكن هتلاقي واحد عريف مثلا في الجيش يعني استطاع ان يوصل في البتاع وينقلب على الرئيس او يغتال الرئيس وهو يصبح رئيس بداله، او واحد 20 سنة ليس لديه من الخبرات السياسية. وبالتالي الانقلابات العسكرية والصراع على السلطة انت محتاج تقوي مسألة الاهتمام بالديمقراطية التشاركية في المجتمع. وبالتالي حتى المفاهيم الديمقراطية ونظم الحكم اللي احنا يعني خدنا لنا فترة أواخر التسعينات لو انت فاكر بنقول والله ان في تحول ديمقراطي وحاجات زي كده، لكن اتضح من خلال ادي لينا تقريبا 30 سنة في هذا السياق ان هذه يعني في انتكاسة وتراجع في هذا السياق بشكل كبير، لانك انت الحزب الواحد او النظم السلطوية والديكتاتورية بنت يعني أرضية لها واسعة، وبالتالي مسألة ان الحفاظ على السلطة والحفاظ على المصالح القبلية أعلى من مسألة ان يعني تقديم يعني شكل نمو أو تنمية. يعني لما تبص في رواندا ممكن قد يكون أدي دولة نموذج، لأن هي تخلصت من هذا السياق. رواندا مثلا أكثر من 800 مليون واحد أو مليون ونص في حرب أهلية تم تدمير كل شيء، لكن استطاعت من خلال بول كاجامي هذا الرئيس اللي هو يعتبر متميز في أفريقيا. أعتقد أني صاغ سياسة دلوقتي ما تقدرش تقول الهوتو والتوتسي والحاجات اللي زي كده كان في بينهم ناس حروب دموية، حروب بقولك مليون ونص بني آدم راحوا في هذه الحروب. لكن أعتقد أني النموذج الإفريقي في الحلول الإفريقية واعتمدوا على تراث ما قبل الاستعمار في صياغة حلول إفريقية، أعتقد قدموا نموذج جديد. في بعض الدول الإفريقية لو خدت بهذا النموذج اللي احنا بنتكلم عنه قد يصلح لبعض الحلول في بعض الدول، لكن أعتقد أن في كثير من المناطق لا، يعني ما زالت الدولة الإفريقية فيها إشكاليات كثيرة للغاية. أشكرك جدا فنشرفتنا. العفو يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الله يخليك. جزيل الشكر للدكتور احمد عبد الدايم استاذ الدراسات الافريقيه بجامعه القاهره. واحنا مش مستعجلين بقى على المكتب بتاع اعاده الاعمار طالما لسه، لان اسمه اعاده الاعمار ما بعد الصراعات، يا رب تنتهي الصراعات. بشكركم جدا، فاصل قصير وكون معانا الفقره الثانيه بعد دقائق قليله. مشاهدين أهلا بحضراتكم معانا لفقرة الحوار الثانية والأخيرة لهذا اليوم لهذا الأسبوع من مساء الخير. شرفني يكون ضيفي في هذه الفقرة المخرج الشاب والموهبة الجديدة أبنوب ميلاد فوزي. أهلا بك يا أبنوب. أهلا بك أستاذ، نورنا. شكرا، مبسوط على حضرتك النهاردة. ربنا يخليك. خليني أقول شوية حاجات كده عن أبنوب. أبنوب من أبناء مدينة الفشل بني سويف، ودرس خدمات طبية وبيدرس أداب علم نفس حاليا في جامعة القاهرة، ودرس الإخراج والمونتاج من الكتب والكورسات الأونلاين. وزي ما قلنا في البداية أحيانا بيكون المعاناة دافع للإبداع، يعني أنا معيش فلوس أن أنا أروح أحضر واخد كورسات وما عنديش وقت وبشتغل، فبتعب أكتر أن أنا أدرس أونلاين. يعني تمكن من مونتاج أعماله ومحاولاته، أول أفلامه بعنوان أرض الخوف اتصور بالموبايل، وده شروط المهرجانات الأفلام الرقمية مش كده؟ لا مش شروط، يعني أنت ممكن تصور في مهرجان رقمي بكاميرا؟ ممكن طبعا، بس انا ما كانش في ميزانيه. لا ايوه، بس انت كان في متنافسين معاك مصورين بكاميرا؟ كان معايا ناس من ايطاليا واسبانيا والمغرب والجزائر.
ومع ذلك بالموبايل وخدت الجائزة الأولى بتاعت الجمهور تقريبا. أنا كنت بالموبايل وحيد. ده حاجة جميلة جدا الحقيقة. فيلم أرض الخوف شارك في عدد من المهرجانات وحصد جائزة الجمهور الكبرى بمهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر، ودي أول جائزة دولية. الفيلم شارك كمان في المهرجان المصري الأمريكي للسينما، وكان علي بدرخان في لجنة التحكيم طبعا، المخرج الكبير علي بدرخان، وشارك في مهرجان بالمغرب وعدد من المهرجانات لسه هيشارك فيها الفيلم، لسه لم تعلن بعد. قبل ما نخرج نشوف برومو صغير كده عنك، أوريكم الجائزة بتاعت مش عارف كده هو الكلام مش باين، هي جائزة مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير والمهرجان دولي مكتوب أكتوبر 23، The Grand Audience Award in the Best Short Film Category represented to the film The Land of Fear directed by أبا نوب ميلاد فوزي from Egypt. هي حاجة تشرف، رفعت اسم مصر. شوف برومو صغير ونرجع نكمل كلامنا مع أبا نوب. طبعا مستغربين ان البرومو يعني 10 ثواني ولا حاجه، بس هو لان الفيلم مازال مطلوب في مهرجانات دوليه ما نقدرش نعرضه كله حتى لو كان الفيلم قصير، والا يحرم من حقه في الاشتراك في المهرجانات الدوليه، صح كده؟ بالظبط. ابا نوب احكي لي عن التجربه، يعني انا قد كده احنا مبسوطين بيك، لكن عايزين نعرف انت عديت بايه واحساسك ايه؟ هو الفكره نفسها بتاعت الفيلم كانت في دماغي مثلا من 5-6 سنين. بعت لي حاجه زي ستوري بورد كده مرسومه بالجاف كده. طبعا انا بعمل ستوري بورد دايما، او بعمل ديكوباج دايما. دي حاجه اتعلمتها لما جيت اتعلم سينما. ايه اللي خلاك تفكر في الفكره دي، في فكره الفيلم نفسه ولا فكره السينما عموما؟ لا لا، فكره الفيلم. زمان كنت شغال في ورشه، وانا كنت في مرحله الجامعه تقريبا، وانا كنتش بحب اروح الشغل، يعني انا اصلا في البيت و كونفورت زون، فاهم؟ فانا هطلع بقى ورشه واشتغل واجيب فلوس و يعني انت ما كنتش بتشتغل في ثانوي واعدادي وكده؟ لا كنت بشتغل من صغري اكيد يعني. بس الفكره بقى جات لي اما يعني بقى في اما بدات وقت ياما بدات اقرا اكتر واعرف اكتر يعني. فكنت بحس ان انا كل يوم وانا رايح اروح الشغل حاجه بتمسكني، مش عايز اروح. في حد يسيب الجنه ويمشي، حتى لو تلاحظوا ان تمسك رجليك زي بالظبط، حتى لو تلاحظوا السرير انا فرشه، قلت لوالدتي انا عايز فرشه ملاية فيها ورد وورود واشجار رمزا للجنه. يعني واحد نايم في السرير ورود يعني هي جنة. دي مملكته، مش عايز يقوم، مش عايز يروح الشغل، ليه فاهم؟ بس انما الفيلم رغم ان هو دقيقه لكن مليان اليجوريز كتير جدا، يعني مليان رمزيات كتير جدا يعني. انا الايد دي ارمز بيها كذا حاجه. ايه الفكره العامه سريعا في الفيلم من غير تفاصيل يعني؟ الكومفورت زون، انك انت المنطقه المريحه للانسان. طب انت شايف انه الكومفورت زون دي يعني دايما المصطلح ده اول ما يقولوا كومفورت زون يبقى اللي قاعد بيسمع فاهم ان انت لازم تتخلى عنها او لازم تقاتل من اجل الخروج منها، ان تروح لمناطق اكثر ربما خضه او مغامره او اثاره عشان تحقق حاجه ابعد. هو ده اللي كان في دماغك؟ هو ده اللي كان في دماغي. في نفس الوقت كان نفسي اعرض الفكره نفسها وقتها. يعني انا قبل ما اعمل الفيلم انا يعني جربت حاجات كتير. انا اتعلمت مونتاج بسبب ان انا كنت بعمل عملت برنامج على اليوتيوب وما كملش قوي يعني، كنتش عارف يعني ايه الغرض منه. يعني بس ربنا بعد كده يعني عرفني الغرض، ان انا عملت البرنامج ده عشان خاطر اتعلم مونتاج، ولما اعمل فيلم زي ده تعرف تمنتج شغلك. بقرا كتب من زمان كتير جدا. طب ايه غرضها؟ انا حتى لدرجه ان انا لما كنت بقرا كتاب بيعجبني كان نفسي اوزعه لكل الناس. طب الناس اللي ما بتحبش تقرا ده ايه ده؟ كتاب ايه ده؟ اي كتاب عموما اي كتاب عموما بحبه يعني. ف
فاللي هو طب ازاي اعرضه للناس؟ انت بتجمع خبرات وانت مش واخد بالك، انت بتعمل حاجه بتحبها وانا كنت مش عارف اولت لخبرات بقى، انا مش عارف ايه غرضها يعني. مثلا كنت بقعد كل يوم اكتب طب ايه الغرض من الكتابه؟ فلقيت بقى كل ده اتجمع، ربنا كده ايه يعني، انا عامل رحله طويله شويه بس ربنا جمع لي كل ده، علمني خلاني كل يوم اكتب عشان اكتب الفيلم بتاعي، ما حدش يكتب لي. صحيح. علمني مونتاج عشان مونتاج انا عشان السينما. طيب لما جيت تعمل الفيلم عملته امتى؟ سنه كام؟ لا ده السنه دي من شهر 4 أو 5. حلو قوي. امتى فكرت انت وانت بتبعت لي قلت لي انه انا يعني مش هسالك جبت تليفوني منين عشان انا مقل جدا في الحكايه دي، ومع ذلك بنبسط قوي لما بشوف شباب كده واعد يعني. انت وانت بتبعت لي قلت لي انه ان انا ما كنتش اعرف ان نقابه السينمائيين حاسه بيا. صح. اه صح. يا ريت تعرضوا لنا الصور يا اخوانا والشباب في المقالات والجرايد اللي كتبت والمجلات وكده. هو من الواضح ان اللي ماسكين صفحه نقابه المهن السينمائيه يعني بيشجعوا الشباب يعني. ودي وده المهرجان ده كنت انا الوحيد اللي بيمثل مصر فيه، فهم تقريبا انبسطوا. طب انت عرفت منين ان شاء الله تجيلك دعوه بقى للانضمام للنقابه كمان، لكن انت عرفت منين انه في مهرجان لكده وانه ممكن تخش مهرجانات؟ انت عملت الفيلم عشان كده ولا عملته عشان تطلع الفكره اللي في دماغك؟ انا هقول لحضرتك، انا قعدت حوالي 6 شهور قادر السينما ومش مبالغه. درست الكتب، عم اتفرج على ماستر كلاس بودكاست، لقاءات الميكنج بتاع الافلام. مثلا ميكنج موفي ذا جاد فازر فرانسيس فورد كوبلا، بتتعلم ايه اللي ورا الكاميرا بقى. فانا خلاص اتعلمت كتير وعرفت يعني ايه داتش انجل، عرفت يعني ايه اخد لقطه اكستريم شوت. طب انا عايز بقى اجرب. فكتبت فيلم طويل قعدت فيه 4 شهور اكتبه، بس فيلم قصير قعدت فيه اربع شهور اكتبه. بعمل كذا درافت. عرفت ان الفيلم عشان يتعمل كويس لازم كذا درافت. فانا حاسس انت بتنقح افكارك بالظبط. هو فكره واحده بناقشها بس كل مره بعيد كتابتها من جديد. ايوه ايوه. طب انا عايز اعمله. طب بس انا كان روائي قصير كان بس لسه انا لا انا صوره. طب انا ما معيش فلوس اجيب كاميرا. طب ما تيجي نبدا بالموبايل. افتكرت بقى الفكره اللي عندي من زمان لما كنت منزل اشتغل فعملتها صغير، قلت في مهرجانات بتاخد الموبايل بس. صحيح. انا ما كنتش في دماغي ان انا اوصل لكل في مهرجان لافلام الموبايل بس، مش كده انا سالتك يعني. بس انا بصراحه في المهرجان ده انا كان معايا كتير يعني، مثلا المهرجان بتاع المصري الامريكي للسينما بنيويورك ده كان مشارك فيه 2250 تقريبا فيلم حول العالم. يا خبر. اللي اتصفوا وصعدوا للنهايه 400 فيلم، انا فيلمي كان من ضمنهم. انا كنت اصلا مندهش اللي هو انا فيلم بالموبايل وسط 2000. لكن ما فيهوش تنافس او كده ولا في جوائز وانت ما خدتش؟ لا ما خدتش جايزه. انا صعدت للنهائي. بس التصعيد ده في حد ذاته رائع يعني. كويس. انا ربنا عوضني في حاجه ثانيه. انت عندك كام سنه؟ 23. لسه صغير كمان. طيب قول لي بقى يعني عملت ايه؟ راسلت ازاي؟ مسيره عملك للفيلم كانت ازاي والمهرجانات؟ انا عملت الفيلم عشان خاطر انا لقيت ابانوف في الحته دي. انا كنت كل فتره في حياتي بلون يعني، بدرس انجليزي مش عارف ايه، طب مش عارف اروح مثلا اعمل برنامج على يوتيوب. يعني انت حاسس ان امكانياتك ابعد من مجرد انك تكمل مهن طبيه وتشتغل. انت بتشتغل بالفعل؟ انا بشتغل في مستشفى سكرتير اداري طبعا. انما ده مش هو ده اللي انا عايزه. ده اللي انا حابه مش يعني. الحلم. بالظبط. انا حاسس ان انا جوايا كتير جدا، عايز ادي للناس. بدليل انت كمان بتدرس اداب علم نفس، ما فكرتش تدرس السينما يعني؟ ما هو انا مش حابب. بص، في مخرج اسمه كوينتين ترنتينو قال ايه؟ لو انت عايز تتعلم السينما هات كاميرا واصنع فيلمك. الله. ما هو ده اللي عملته. انا لو قعدت الترايل اند ايرور، التجربه والخطا واراء الناس هتعلمك اكتر. هي دي اكتر حاجه. يلا يا جماعه معلش هنعيد تاني. أي. الكتاب ما كانش هيقول لي عيد تاني لو دي غلط. انا اللي شفتها غلط فعشان كده انا عدت تاني. صح. فانا جبت الكاميرا وبدات على طول. الفيلم نفسه استغرق مني حوالي اسبوع كتابه. صور في يوم 4 ساعات. تخيل انا قعدت اصور 4 ساعات عشان يطلع في مونتاج في دقيقه ونص. كان الموضوع يعني في الاول كان صعب شويه بس الحمد لله تمام. قعدت عملت الشيء بتاع 3 ايام. ما كنتش اتوقع بصراحه كل هذه المنافسه خالص، ولا انا اجي مع حضرتك هنا بسبب فيلم قصير زي ده. طيب عايز اسالك، لما انجزت الفيلم قلت بقى هعمل ايه بقى؟ هعرضه مثلا على يوتيوب ولا لا ادور على مهرجانات اشارك بيه فيها قبل ما اعرضه؟ لان لو عرضت على يوتيوب خلاص طبعا مش هتنفع تشارك. انا مستني في يعني، انا لسه شايف ميل اول امبارح جالي من مهرجان من باكستان تقريبا بيقول ان هو استقبل فيلمي، وان شاء الله في شهر ابريل هيعلنوا عن كل حاجه بمناسبه يعني فيلمي. انت شفت المهرجانات دي وبدات تراسلها ولا عملت ايه؟ بس عايز اعرف ما أنا أقول عشان الشباب اللي بيتفرج علينا
يعرف دلوقتي عايز اعمل زي ابا نوب وعندي افلام صغيره اعمل ايه عشان اوصلها للمهرجانات دي؟ اولا لازم يكون غرضك مش مهرجان. صح، برافو عليك. ولن. برافو. انا بعمل سينما عشان خاطر انا بحب السينما. صح، انا لقيت ابا نوب في الحته دي. انا عايز اوصل الفكره دي. ابا نوب عملتها في فيديو على اليوتيوب، ما يعني مش هو ما نجحتش، ما وفقتش، ما وصلتش زي ما كنت عايز. في السينما اتحت يعني اتاح ليا كده، عرفت اعمل كده. فانا كنت شغال اصلا ان اصلا ابعته المهرجان. ماشي، ده كان فيلم عايز اوصل بيه رساله. تمام، بس اتواجهت بسؤال هعرضه فين؟ اعرضه فين؟ هتوصل الرساله لمين ما تعرضش؟ في مهرجانات بتفتح. فانا واحده قدمت في المهرجان المصري، انا اللي قدمت بنفسي اللي هو مصر نيويورك ده. بعد كده رئيس المهرجان بتاع الجزائر دخل كلمني نفسه. دخل فين؟ دخل كلمني على الواتساب. ايوه، عرف منين؟ مش عارف، هو هما بيتواصلوا مع بعض تقريبا. المهرجان من برضو من تقديمك لمهرجان المصري الامريكي. هو قال لي حضرتك احنا عرفنا ان انت عملت فيلم وينفع تشارك معانا. قلت له تمام. انا اصلا حد معروف مخرج او ممثل اسمه تقريبا اسمه دليل بالخدير. جزائري يعني. اوكي، هو قعد يتناقش معاه في مره وكان على فكره الجزائر متطوره في صناعه السينما جدا. هو نفسه عامل فيلم وثائقي عن مصر. حتى لما عملت كلمه واديتها في اثناء يعني فوزي بالجائزه كان بيقول لي يعني نطمح ان انت تصور الفيديو ده في اماكن خارجيه يعني، وهو مثلا زي الاهرامات او برج القاهره. ابين بها معالم مصر يعني. بس انا طبعا ما عرفتش يعني، وقتي هنا ضيق. طيب معلش اسال سؤال تاني، هو انت لم تدعى من اي من المهرجانات دي عشان ترافق فيلمك او تستلم الجائزه او كده؟ ما حدش دعاكش تسافر تستلم؟ ما انا عايز اقول لحضرتك برضه ان في مهرجانات بتبقى بفلوس يعني، عشان اعمل سبميت بفلوس نفسه. كل المهرجانات دي فري، هي كل اللي فيها دعم معنوي كويس. يعني زي ما انت قلت المهرجان المصري الامريكي مشارك فيه 2000 عمل، هيجيبوا مين ولا مين؟ انا اصلا استغربت ان انا صعدت في النهائي، وان انا قلت 2000 عمل اكيد 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 كاميرا. انا بس الموبايل او انا ومجموعه من الموبايل، فانا ممكن اخرج. طب فين الافلام المهرجانات اللي هي مهرجانات الموبايل بس، افلام الموبايل؟ ما دورتش عليها دي وشاركت فيها؟ دورت كتير. في مهرجان مهرجان القاهره الدولي للسينما الموبايل بيقبل برضه، بس تقريبا واقف دلوقتي. بقول رقم ده بياخد. اعتقد لو مش مهم موبايل ومش موبايل، مهم الفكره نفسها. ويكون فيلم فعلا في تعامل سيكونز في المشاهد. ايوه، في تتابع. بالظبط كده، يكون في ايقاع. وفي لسه واحد مخرج صديقي بيقول لي انا اتفرجت على مصنف كده 20 دقيقه بس ممل قوي، فقبل ما يقول لي هو قد ايه يعني، فبقول له هو مدته قد ايه؟ قال لي مش مشكله مدته قد ايه، انت ممكن تقعد ساعه ونص تتفرج على حاجه وانت مركز معاه، وممكن حاجه 5 دقائق وتحس ان انت زهقت. بالظبط. فهو لو حد عايز يبعت الفيلم المهرجان، انت شوف انت عايز توصل ايه. واكتبها واعملها، وبعد كده ادور توديها فين. هتلاقي ناس كتير قوي يعني. انا الحمد لله بقول لك دخل كلمني وقال لي ممكن تشارك، قلت له ما فيش مشكله. طب عرفت منين بقى انك خدت الجائزه بتاعه الجمهور دي؟ طبعا رسلوني على الميل. طبعا رسلوني على الميل وقالوا لي ان مبروك انت كسبت، واعلنوا عني وطلبوا مني اقول كلمه وبعتوا لي الشهاده كمان. حسيت بايه بقى لما حسيت انه انت كنت حاسس بتلعب مع روحك كده يعني، بتعمل فيلم كده؟ كنت بجرب يعني. كنت بجرب. انا كنت بجرب، لان كان في فيلم يعني في ناس داريه بالتجربه ومهتمه بيها وعايزه تقدرها كمان بجائزه. حتى رئيس المهرجان ده كلمني قال لي انت موهوب بس امكانياتك قليله شويه. قلت له دي حاجه مش مزعلاني طالما فيا الموهبه نفسها. انت لسه بتبتدي، انت لسه بتبتدي. طب اخر حاجه بقى، ايه خططك عشان تنمي موهبتك وتعمل افلام تاني؟ مش عندك خطط تعمل افلام تاني؟ اكيد اكيد. طب قول لي ايه. هو انا بكتب دايما. لان طبعا في مخرج اسمه استاذ شريف البنداري قال لو انت ما كتبتش. عارفه طب. طبعا. انت ما كتبتش الفيلم بتاعك ما حدش هيكتب لك، لان الافلام القصيره بالذات ما فيش حد بيقول لك خد يا باشا انا كتبت لك فيلم قصير. انت اللي بتروح تكتب وانت بتروح تعمل، فلو ما كانش جواك الشغف ده مش هتكتب حاجه. فانا بكتب، معايا فكره انا بحاول اعملها، ويعني حاليا في اعدادها يعني ككتابه. طب هل فكرت مثلا ان انت تقرب من شخص شاطر في كتابه السيناريو او في الاخراج او كده، بحيث ان انت تتعلم منه اكتر، ولا عايز تجربتك تبقى شبابيه خالصه كده؟ لا برضه يعني، مثلا في يوم كان الاستاذ علي بدر خان رحت اتكلمت معاه واتناقشت معاه شويه، وحبيت استفاد منه كتير طبعا. لان انا من بعيد، الصوره من بعيد غير من قريب. انا بنزل بقى سوق العمل بقى واشوف اللوكيشن. ما قالكش بقى مثلا او حد عرض عليك مثلا تنزل كمساعد علشان لغايه دلوقتي؟ لا، بس انا نفسي بصراحه. انا نفسي انزل كمساعد، ونفسي انزل اشوف بقى اللوكيشن نفسه، لان انا حابب كده.
انا حاسس ان انا لو عملت كده هعرف ادي كتير، لان انا نفسي يعني جوايا حاجات كتير قوي انا عايز اديها اكتر. طيب انا من ناحيتي اوعدك انه لو في يعني لو ربنا بعت حاجه فيها تصوير قريب ادعوك واقول لك تيجي تحضر معانا ان شاء الله، وان شاء الله تكون موفق ويا رب دايما ناجح يا ربنا يخليك. شرفتنا. انا اتشرفت بك اكتر. ربنا يخليك. شكرا جزيلا لابن الفشن وبني سويف البار افانوب ميلاد فوزي، الموهبه الجديده والفيلم اللي ما كانش يتخيل حد انه يحصل على هذه الجائزه ويشارك في كل هذا الكم من المهرجانات. بشكركم، الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقات جديده من مساء الخير.